داربتينا اسبدشه مركا هدان بوق اخرين جيرين كيستولي اخري هداربتينا هردداده وناجسو كيستولي سيحو هداربتينا سي حدلو كيستو ايو مشغوليه ادو ما سنتين مركا لعيه ايو عبد الشكور سو دواده فرحت بينو تاينا ان لا جوقتان وحانا جعلان لها مركا كلا اديسان هرجيسينا سيكي حسان ادو ما سنتين صاحب بدأ يدوح هواي مقال كنت جوع بدن بأركان شيك بدن بان لح مرتي برا قارو اسكت بنانو له جد وان فوق لا يرى دوانين وح هواي له جد وآد بيوكل دوانين مركب عن ربع سدوا إن أنا أقصد البرنامج كان وعكلو آد فرحد وين هو إن برنامج كود ضد آد يآد وقيم بدن يكسر قيب جلين أو تجدي برنامج كا مالنتي للشاعي أو لسيو أجاي إن برنامج كل من كان مقال كيكو قمان يعني within 2 days 48 hours tigjada lagu dhameeyay oo tigjiga kale ay ka staraala daawacay marku rag qiimo badan waayay magaalku rag culus baan la joogay waxaan rabaa warkii aan soo koobo ma rabo inaan sii badiyo waqti waan ahaayo waxaan rabaa kaliya aniga hadalkayga wuxuu waa inaan bogaadiyo soo dhaweeyo saaxiibaday waxaan ka codsanayaa saaxiibaday Hargeysa ugu tageyna aro saaxiibaday Hargeysa rabnaa inaan ugu tagno laakiin markasta waxaan ka codsadaa inay leenta naga ilaaliyaan rag dhan ba leenta markay la ilaaliyo oo maasintiin بلعن وأول رجع ضيع شاء مقال كنا واحد ولقو سوري جدا وما سنتين إن شاء الله جيت دوجن إن شاء الله محرجين جودان سومالي كجود بو هذا مرد وحبك اعتم دونا سومالي أنت هذا كله بدلنا بو جيت دوجو تيجي دونا إن شاء الله ويك صوص عدو كدي من إن شاء الله وحن جيت دوجو تيجي دونا دمان الدون كو يدل وأنا كود غيب جل دونا وما سنتين سو دوا هذا مرد بعد شريف يكرام ومدن تين فرحة النوتة أنا نجلس وقت بشام برنامج وما سنتين السلام عليكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى سومدين عيار ما بلغوا أبورين بدان يراتاي نلشا بلشا ما أنت أكون لنا قيمي وحول بقو حم أمدين الصوماليين والقدين إلا أي حتى أمر سقيم تيارو مسكح إنو في ود لله تدواتني لح من تنسعون طريقبا أو أولي كسي قناع سنة ما مدان يرا أهانا أقوبني أو أمد هذا متاس مثل واحد يكون فكره ويرد أن يراه وأساء جاها وتم ونعكسين جوجنا وترتين. إنا إسبدر سميسيد نرش هذا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن واحد يحسوسي وناجع هي معناها هي قروح ذا نرش لا هذا هاي قف كسي جدا عيارتك كسي جدا أما مشغول كلا نرش كسي جدا إن نرش كقوستي وحمية. لكن هذه الغوص صورة حماية وبشيت كورن. واحد كجرت نرال دجال كجرتو نظل دجال كلسن نظل مجاهدة يددال أباهن ونعنا كاربتو سيدا كلام مركز كاربتو إن فريمة هسقط بس أو أب حلوة ده تلفت الكدة وح من أكثر إن هذا عدي خالك يا أبوه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وح قد بنت هذا الرسالة حتى أسد إن نخط الرسالة أموئة مد دينيا مد عقليا إلا وح تقف مسلم كون كان يدري ذلك أرضا الله صدره إن رجلنا عاصم نفط هذا عاد كبرتت أو عاد كويس الإسكودين كمان سكسس أهان وحام مر والب كونه أبريورتي قوات أن كونا وحيت هاي ماذا شمعين سكسس إن نقطة ماذا الجود أهان لأن يرد الصومالي أكيد نحن مقدان إسبدل لك تارن كرنا أي كوسا ميان هو جامي ياش مستقبل قصص عنا قصص عنا دوا بكرة النقطة وحار لو مركل أن يرد ما دام ما تسكو يمدين هل دردارنا سي مركل مجال ذاني أما قال والبو نقو دتك وحسامية نقو دتك سامين تله أول قد يكره أذيك النقو هنقنن دتك ده بس عضا وحن آد وحن آد إي آد إي آد إي آد أقولها سوشيال ميديا مركا أركو دت الاستاهلين إلا دقيشتو أو دت فربضان أو دليرا ده بس عوضة فلو رؤى ده كاسي يا واي واكو دقينا إسكولكا ده كاسي يا واي واكو جامعة دقينا أي ده كاسي يا واي وده كي أقانت لها ما حد دي ذي أيك إني ده كساميان ما حد دي ذي ما حد دي ذي فيسبوك قاضيو تيك توك قاضيو ده كي إني كساميان ما حد دي ذي مركا هدي مركا مجالا أعرف إن بدلنا سير كوس عطو waxa bedeli karo dhalinyaro aniga ma bedeli karo soo dhalinyarada ay ka xuk iska hayo ay ka iska raqaba marka waxaan marka idin codsanayaa marka
إن النقطان دتك سامين لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو مصطفى محمد محمود وحن قيبك هاي قديثان كقلبتك كده هاي بس قرحان قصة قيبك لي كده هاي جاف كفة طبعا واحد كفة إذا نحب نلولد كيجا أفكر كيجا إيو حب صعد كيجا إن أن بدلو حرجيني إن شاء الله إن وكسي فافو إن ديجانا دا صومالي دا إن شاء الله دو الله يدمو وحرجيني إن شاء الله إن قلستان قديثان كدمان دلتا أي فكر كده كسو ما حتي إن أي مار تلقيب صدار أرتيدا كدوان وحرجيني إن شاء الله إن دلتا إنت بدن أي كفة يستدونان برامش كان قديثاكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا السلام عليكم صاحبي يال مقعي هو محمد عقه وحان كميدا هاي رقا صوبان ديجي برنامج كوين اي جيديقة دادالكا كاسوه كاسوك عيتمي مقالي دا بورما صومري قبيلي هرقيسا برعو يدو لديقان كا اتوبيا دي دي اس اما تشكتشيقا هاتنا قب صومي كا قب صومي ان ديقمدا ان معانش دا مقالي دا مقدشو ديقمدا بنادر وحان اادو قفر احسان هاي ان مداشا عان كوكولانا دالن يرا اادو قطرة بدان شبقل وقف kuwaas oo aan ku wadaagnay fariimihii caanka ku ahaa ee ahaa dhiirigelinta iyo dib u soo korinta hanka iyo naaxinta dhalinyarada aan ku faraxsanahay inaan dhalinyarada Muqdisho halkan ku sheekaysano oo aan ku wadaagno fariimaha rajadiska wax weey barnaamijku waa socon doonaa Nairobi buu tagi doonaa Turkey buu tagi doonaa Djibouti buu tagi doonaa Uganda buu tagi doonaa all of those iyo inta kale ee uu gaari karaba barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalay si kooban ama si gaar ah inuu dhalinyarada la sheekaysto oo uu dib u xasuusiyo inay noloshu ku xiran tahay dadaal qof walbana natiijada uu helayaa ay ku xidhnaanayso hadba inta uu kasbado waan ku faraxsanahay inaan kasoo dhex muuqdo telefishinkan waxa weeye waan idinku bogaadinayaa idinka laftigiina shaqadaad wadaan waxaan rajaynayaa halkaa inaynu hawsha ka sii wadi doono allah macakum bismillaahi raxmaan raxiim awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan qayb ka ahaa barnaamijka geediga socdaalka runtii barnaamijkani oo kasoo qaybgalkayga aad ayaan ugu faraxsanahay maxaa yeelay waa qofka dhalinyarada wax uu ku shidaal qaadan karo barnaamijkan waxaan rajaynayaa inuu magaalooyin badan markaasi uu ka dhici doono qof walba oo markaasi raba horumarna uu wax ka faa'iidi doono marka dhalinyarada magaalooyin kala duwan nooga yimid aadaan ugu mahadcelina waxaan leeyahay dadaalkiina meeshaas ka sii wada ilaah haduu yiraahdo waana sidoo kale mindset oo barnaamijkani maxaa ku raadaa soo qaban qaabisay aad u mahadsanyihiin waxaan leenahay waa masitiin sida wacan ee barnaamijyadan aad usoo qaba qaadanaysaan qof walbana waxaa leeyahay maalinkaa ku wacnaad insha allah ka faa'iidayso qiimo dhimista rasiifarkaasan ku shuba $12 oo ah qiimaha 2 bilood rasiifarkuna waa bilaash qiimo dhimistan waxa ay soconaysaa ilaa 6 bisha february ee sanadka 2023.